بكره ان شاء الله عندنا مباراه الاهلي والاسماعيلي، مباراه كلاسيكيه معروفه. الاهلي بكره 95 في يعني ما كانش اكتر، لكن نقول 95% من النادي الاهلي بكره ناشئين. النادي الاهلي ينقصه بكره 19 لاعب، وبالتالي ولكن في النهايه تظل مباراه الاهلي والاسماعيلي. ايه رايك؟ ما عندكش حاجه تخليك تستعجل على اي لعيب راجع من اصابه او اي حاجه. ما عندكش حاجه تقول ان انا لازم اشرك لعيب في مباراه مش جاهز. احنا بنعيب على اي حد بيلعب لعيب مصاب عشان ما تاخرش اصابته اكتر من كده، وانت اصلا ما عندكش لعيبه، عندك نواقص كتير قوي في البطوله اللي جايه. ف انك تستفيد النهارده بالحاله التنشيطيه اللي عاملاها البطوله دي، ده كويس جدا. انك انت تدور على اتنين في العمق من ورا، وبنشوفهم اللي بيلعبوا سردباكات عندنا في الناشئين النادي الاهلي بروميسنج جدا وواعدين جدا. الثقه اللي احنا شفنا بيها المباراه اللي فاتت، اللعيبه بتعرف تمسك كوره وبتنقل نص ملعب لفيرويد، ان كان اسم البطوله او جديد على اللعيبه دي، انما اللعيبه دي عملت تواجد لنفسها وبقوا بيروحوا بالكوره وضيعوا جوال وعندنا شكل وحضور كبير جدا من اللعيبه دي. لعيبه واعده بشكل جميل جدا، وفي لعيب اسمه محمد اشرف انت لو تتفرج عليه كمان. انا الحقيقه مش حابب ان انا كأسماء. اقول اسماء لانه الحقيقه لا، ده في لعيبه حتى ما لعبتش الماتش اللي فات، مع ان على فكره حقهم بالمناسبه يعني، ولكن انت برضو محتاج انا عشان متابعهم بس. يعني عندك كام لعيب برضو ما لعبش الماتش اللي فات، هتلاقيهم المره الجايه لو ليه فرصه واشترك بكره انت هتفاجئ بالجرأه، هتفاجئ بالاداء. زي ما انت قلت المنظومه طالعه من عند خالد بيبو والراجل بروكتش طالعين فاهمين، طالعين مساعدين، طالعين عندهم ازاي حاله التلقي من مستر موسيماني مع الدرجه الاولى. طبعا الحاله اللي احنا حصلت لنا واحنا صغيرين كلنا، بس النصيحه انزل العب لعبك وقول انا اقدر على التيشيرت الاحمر ان انا ابقى موجود. مظبوط.